الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وحين كسو جرى حديث كديرا او كصاب سنا النبي عليه الصلاه والسلام صفات كيس كصاب سنا وحو شيغيا ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وحورن شري النبي عليه الصلاه والسلام هاجر سيوكينا تشوغا منكم حالو إذن كيدن كم يدي الغائبة كما قالها قارسيو وأبلغوني أني قلنا إسو قارسي حاجة من كيبا هديسا لا يستطيع إبلاغها أنكر كرين إنو إسو قارسيو دنتيس إسو قارسيو وإسو تبيا فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه شأنية من أبلغ كي قارسيا سلطانا عد مضحى قارسية حاجة من كباهديسا لا يستطيع أن كركرين إبلاغها قارسين تويسق قارسين أيه ثبت الله قدميه يوم القيامة إلى هايوح السقا لبدي سق مدود أيه السقا مالين تقيام السقا معناها وحلقت الماما يا مسألة كواد وين علمي قال له تبيو لقارسيو ضدك كلا ويكتشوغا وسي تبيو سي قارسيو كما قن سيدا صنع علمي وكفاخيا لأنذركم به ومن بلغ نبي عليه الصلاة والسلام ضدك مركا وأودي غيي وعدي مركا بلاغي سوى أما قارسينتي سوى أي قاري سيتوس وقودي غيي عدة كلا مركا وقارنا اللوسي تبيانا يغنى بالواسطة أي أقدقائي إلى يوم القيامة وحي سوغليا ومن بلغ أي سوغليا وحكرا النبي عليه الصلاة والسلام كسقناتين يليه بلغوا عني ولو آية تدك إيقا قارسي وإسي أوسي تبيا تدك إيقا قارسي وإسي تبيا كل يكتها يوحى قارسي نيسان آيات كل يكتها مركا هذي حديث نغطئي هذي آيات نغطئي هذي مسألة لقلب حين نغطئي مدولبا قارسين تدك دينك لسي قارسين يا اللوسي تبين يا وحا كتشرا خير با كتشرا فضل بانا لقاه لي وانا لين أمري وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها إسو قارسي وإسو تبيا دانت عدان دانتي سيسو قارسين كرين أنيق إسو قارسي يا النبي عليه الصلاة والسلام لقا الشيخين وأسو دانتا وقوده وحانا الله بلان قاضي عدي عد مضحى قارسيسا باهدا عد أن كري كرين قارسيسو يعني وحال الله بلان قاضينا الدمدي سالة سقاي يعني عانا أيو سميي مركز ساسا أودي الدمدي سايا لسقايا مالين تقياما أما جدك السرات كوركي سالة سقايا مركز هدو عد مركز أي سميسو عد أي عاويسو إلهي بعاويني والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه الله وحكسه غيّا هاي قفك كالمديس أدونك كالمديس وكسه غيّه كالمين إياه انت أدونك ولالك كالمين الجزاء من جنس العمل أبا المرنت وحيتين نوعي عملك أها بأبا المرنت النقنس لا يذكر عنده إلا ذلك لا يذكر لما الشيغه عنده النبي عليه الصلاة والسلام أكتيس إلا ذلك كاسمو يانا وحكا لما الشيطة بمعنى وحدتك أنفعايا وحق الدين كودا ما الدنيا دوذا كأنفعايا أي النبي عليه الصلاة والسلام لو شيك تشري بمعنى وحان وحبا أنفعين ونفع لهين نبي قال لك ما أكشيك تشرين دا عدة باهي قبطين باهي دوذا اللوسو التبيو النبي عليه الصلاة والسلام وشي نافع وي وعدة عاوين يصانع يكون انتفاع يصف عد الله عاونا يانا يكون انتفاعس عد عاونا يسانا أشر أيكير يسوكو انتفاعس ولا يقبل من أحد غيره ولا يقبل كما أقبلين نبي عليه الصلاة والسلام سيد الله الشيغي من أحد عد نبا غيره شيئا نافعا ما شيئا لبا هن يهي مويانا وحكل كما أقبلين أو ما لا يعني أن فائدة كتشرين كما أقبلين ويوحن فائدة كتر النبي عليه الصلاة والسلام أكتي سواك ديراين من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني أفك إسلام المدي سواناك جيدا وحكم إذا إنه كتقه وحان مركب ما لا يعني أن فائدة لهين يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن دواق
يدخلون واسوغلين النبي عليه الصلاة والسلام مركوا إيمان أيام صحابته روادا حال يصح النيهين أي مركز سوغلين ولا يفترقون ميكل التقل إلا عند واق يعني وح مركا لردميه بمعنى وحلوت شيدا وها عنتذا العنو يقول هلي مويان كما يتقين وحلوغة شيدا الدواق هاد عنتذا لفتيد اللوغة ما تشيده واستعارة كترتا وحلقت الممي علمي أي لغت الممي وإن أخلاق ونكسن كرر صنيان يعني علم كرر صنيان يعني مركا عبادة عمل كرر صنيان تصاو حيكرد قانتهي يعني مركا عنتدي عشق مركا لعنى يوكا لكرد قانته بمعنى مركا النبي قوي منيان عليه الصلاة والسلام وحي مركا يهن صهن وحي الرادين ايان قفك الصهن كأهي السيد ومركا ميشا دي قانته في يعني أي مرتي أما برواقضة سيدة مركة أورها دين أيه سورها ركة أورها رلها ساسو كلا يبنى حقي مركة يعني علمك أي وحي الرادين أيه وحي النافع وحي أنفعي إن أخلاق ونكسن كرر الصدان إن علم كرر الصدان مركة وحوي لقمت الماما يهد مركة صهن كي حق الدنيا وحلوقت شي ذا يعني خير كي بيسهن ويهيم وضطكي وحيدونيان شيء خيرا ويكرديان ويفائديان أي لهذان وحصين كسبنان شري والله ينقرها يا بي يعني مركة آية دنبا سودكتي حديث كم بايمي خير كسيلاكم اتشرا سيدن بكتشرا مركة وحوية وحي السهن ويهين خير كا هذا حق علمك تاهي هذا حق عملك تاهي مدول بخير كي السهن ويهين أو وحيدتك هكاتشين إياه إن السوفة إذا استنبى الدنيا يعني ونفه هذا أي أمضى بأي كل صلاحين يعني يبغى النفع قاهرة مويان وحك لنا سكر النبي وقام يتذكر إنه مركز سيد النبي قوي ما دان فائدة كرع الرابيين يبغى فائدة يستي أخلاق ونكسا أما عمل ونكسا أما علم فائدة يستي أي مركز علم النافع فائدة يستي أي النبي عليه الصلاة والسلام كعرابيين وكتقيين أما أي كهينين وأيهين مركا الرواد وحلوت شيدا وجمع الرائد وطمع ماذا عربد ذا إله الرائد لا يكذب أهله إنك الصهن كأهي شركي سأوم بين شيغه وميلان برواق سوء أرق ما إله ذا مركا الديقان في عني برواق سوء أركي سوء قورة وأبار ومصوهره هذا عدك لبينه الشيغه الرائد لا يكذب أهله شركي سبينه مشيغه ومهما عربيدني هذا ما ربطه مركا قفكي مركا دوني يي خير كي سهن وها ده خير مركا ضدك إصلاحين يا أوناكسا أيو الرادين يا كاسان ومركا وحوي لا عرابيا دواقا وحلوت شي ذا إن لقت الماما يمدوق إن لقت الماما حوي ووحل الرنميه بمعنى وحوي عنتظر سيدا نافعته شركه وأنفعيسه أي علم أي عبادة أي أخلاق ذا وناك سنة يعني قفك الدين كي سيأي وأنفعيان أو كرينيان سعنتذي لكم أكرا يعني وحوي قفك الروح دي سي أي إيمان كي سي وحكريني وحويان وعلم النافع أي عمل كوناك سنة يدخلون وحي النبي أسه قريان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم روادا حالي سهل يهين وخير كي سهل ويهين وهي خير رادينيان ولا يفترقون ما مكلا تغيان إلا عن ذواق يعني وحل الردميون نافع إن يهلين مويان بمعنى علم نافع وعيش كي تلك ككرة يلمد سيد مركا الروح ذا إيمان ككرنا أيه كاسوحنا هين يعني كما تغيان النبي عليه الصلاة والسلام أكتسا مركا يتافى إذا يستان والنفع قا يهلان أي مركا النبي عليه الصلاة والسلام أي كتغيان وكره وحيان يعني ما شو تشوغا أي كتغيان أما كعرابيان ويخرجون أدلة وحيب حيان أدلة حال أيهين ذاتك قارتصا أي خير كأيهين قارتصا والدليل خير أيهين يعني على الخير أدلة وجمع الدليل كوحلقة الماما وأدلة على الخير حال ذاتك خير تصيان مويان حال كلا
كلا تجي ما يان أو حوية وحي سوف إذا استندت كان وأسي فائدين يان وأشيء يان وأجد بين يان قال فسألت عن مخرجه وحن ويدي أبو يلي حسين بأرنا يا علي وحن ويدي أبيه عن مخرجه النبي عليه الصلاة والسلام بحستي سايان ويدي وقت وبحك شري كيف كان يصنع فيه محوس من شري مركو بحايو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه قال وحول كان وحو أهان شري رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإلهي يخزن لسانه مدعرب كيسا يعني حرو حب سايوها يخزن يخزن وبابو عتلو يانو زاد قدال كي هوصل قبوك بنايه مد عرب كيسا خص الندي ايوها وحلو شيدا مد عرب كيسا حرا ايوها او كحرا الا فيما يعنيه وحي صغى مركا خصية او انفعيا مويانه وحي ما لا يعني ورن وكحل شري عرب كيس ويسكما هذل شرين أي وحكو هذا لي وح نافع وكو هذا لي يعني وح نافعة أو مركان نفع كتشر أما نفع الدنيا هذا أما نفع الدين يها هذا أيها قد يكل وكاء مستشر هذا كما لا يعني قا ويا النبي عليه الصلاة والسلام وحويلي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت كوكستو هذا مدر مي الله يمال انت آخره خير هاي إلى هذو أما هاي سكاء مصو الله بدأ مد هاي يارو أما خير هكو هذلو أما هاي سكاء مصو وحين علماء ذو إلى هذين وحيرتان دير وقم مناسب أني مبضني عرب كمتشرو يا أبو بكر الصديق عرب كيسو السيدة وقبل شري مرقى سورة هذا الذي أورد للموارد ما لا خطرتها كي أروري يكوي عرب كأنتو قبطوه عرب كأنتو قبطو السيدة ورنشو يعني مرك آفات بضم بعرب ككي مادة فتن بضم بعرب كصواب كراء هذي بنتهاي هذي سكدرتهاي هذي مرك عي هي مرك مصبتهاي يعني وحيالا بضم بكي مادة حتى مرك الدجال لضع عرب ذو صابان سأسأودد بالنبي عليه الصلاة والسلام ويري المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده روح مسلم كامل كاهي وكمسلمين تكبد بادان وكنا بدقلان عرب كيسة يقعان تيسة عرب كاللهور مري ما عرب كاللهور مرين يا أتلا إلى هذا هذان أفحمان قعني محماته صابي مصبب وكلا إساقل لغيه يا انت كلمة لا يري فتناء إلى شيء انت كلمة لا يري يعني أمد إسكوبا بإسي يعني فتن أو كذا شيء ده قال الله يكذع النفع يكون بحين مرك عرب كإلا إلى ليه ويان ويؤلفهم وشعل يسين شري أو خير كقار شعل أو شعل أي كيير شري ولا ينفرهم مروح الله فصرا إلا إلى ذل حدود شعل يسين شري ساين سنعين وعكر الله فصرا تفسير لباد ويؤلفهم وعكيان شري قار السجد شعل والنبي عليه الصلاة والسلام شعل أخلاق ذو ناقصنا وكل رقم مايو يلي من سنان تودي برسين يهاي درادد يونا جو السمين أيو أي مركا وحي نقرأ ينقار شعل النبي عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك نحريس إلهي دراديد بعد قد دبع سنات ومد قد دبع سن أو دمر سن آذ مركا النقطي النبي قو عليه الصلاة والسلام ولو كنت فضا غريض القلب لم فضوا من حولك هذا ذهان لهيد مد دبع أذق وقلبي مركا قلف سن قلبي قي سنة ومركا أذق يهي دبع عدي سنة أذقتهي أخلاق دي سؤال حنتهي لم فضوا من حولك ويكاك لياع لهاين أكتاذ ويكدد لهاين وكاك لياع لهاين لكن النبي عليه الصلاة والسلام وحاها من أخلاق ونكسن بوها كان خلقه القرآن سيدة عائشة له حديثك صحيحة النبي عليه الصلاة والسلام أخلاق دي سؤال قرآن كي أهي الله وحل وإنك لعلى خلق عظيم أذقوا حد كسو أنت أخلاق وين يدين وين بات كسو أنت وناك سنة يات كسو أنت
ويؤلفهم أي ويؤلفهم له وأشعلي سين شري نبي عليه الصلاة والسلام وضدك وحكير شري قارئ سقى شعل رقم وناد وكل رقم يدراديد أما ويؤلفهم يقل لحدودا فيما بينهم يقل لحدود ويشعلي سين شري ولا ينفرهم مدد شرين أما عيلين شرين حتى هطي قال الدقلان وأود القادني وأود الصبري وأود النحريسني وأود المريني وعفيني يعني وحي كقددان ما السمينين ويكرم كريم قوم ويوليه عليهم حتى منافقين تمحو يلي لكن النبي عليه الصلاة والسلام لقو يلي منافق لباطبضا نبي قال لو يدي مد الله دعه لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه اسكدابا النبي عليه الصلاة والسلام سائنا يددك وغشا كيسا محمد أصحابتي سائل الله يا الدلاء سان تاسعين يسوع الشيكين وانفرار ضدك لأين كقاد اسكدى يلي نبي قرنا عليه الصلاة والسلام ويكرم كريم كل قوم وحشرف تري النبي عليه الصلاة والسلام قلك استوى كشرفت ليك أكتودا وشرف تري ويوليه عليهم مسؤول بو قلق تري السقا ويقى من مسؤوله أما مرية أي كيير شري ويحذر الناس دتك وكدك تونان شري محل الضبدية ويحذر ويحذر علماء قارب السبع الضبدية الدين إلى هذا ويحذر الناس وحين غنيس دتك وكدك تونان شري وغافل ما أهين ويحترس منهم ويسكيل عليك شري عند قرق وحلم ذينك السميان وكتحدير شري ويسكيل عليك شري مد غافر دتك أي مركز دكان ما هاي إيوه كتحدير شرون حين قري كشرته وحها مد في ربضا أو يسكى إلى عليها ويحذر الناس مركز اللي إلى هذا وحين قنا يسادتك وأودك شر عذابك إلهي وقدك شري عذابك إلهي وقدك شري يعني طاعة إنه كبر ريو مع صدي الدم بيده وقدقه سعى النار وهرير ويحترس منهم ويسكى إلى لين شري هو كتحدير شري من غير أن يطوي عن أحد منهم يضعوا عد يقى كم إذا آنوا كدوبين بشره فرفرنان تيس وخلقه أخلاق ديس بمعنى عد يقى كم إذا ومديد أيو كما مركا قرين أيو أما كما دوبا أيو وشفرنان تيس أخلاق وناقيس بمعنى وحوت المبيه لهم مسألة مسألة وحي كصاب صنطهي ضدقي إنو شركو دا إردقرتو دا كتحدير أيو إسكا إلى رمي وامد وانو أهين مركا وحو أمد مركا اللدق أيو آن مركا آنو أهين لا يلدغ المؤمن في جحر واحد مرتين مسألة اللي بعض وحي كصاب صنطهي إنا نعيد مركا كم إذا ضدك وشفرنان تيسا يا أخلاق وناد بيسا أنا أديدين ويضع الشركة يلقرته ويسكتشرا يو يسكا إلى لنا يو أي هدنا مع ذلك وشفرنان بكو قابل يا عد أتماد أخلاق وناد بكو قابل يا عد أتماد ولو مركيه رحماتها بس ما يانبا ساساودي أي النبي عليه الصلاة والسلام ذاتك لعو الله يتميئك قالوا بي اللباتيي مركي أي كسر النقدين النبي قوي مادين النبي عليه الصلاة والسلام وشي ونكسن بكو قابلة وشي فرن بكو قابلة واسلوي وشي فرن وكو قابلة مركي وحوها النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخلاق ونكسن بوها مد وشي فرن بوها عدنا بمركه وجه فرنانتي سو مديدي ونارك دونا حديث كفو صابصن عيينة بن حصن وينو صو صعدا وينو إيمان دونا إن النبي ومركه وراء هذا الكيلي مركه دنبنا وجه ونكسر نكو قابلا يا يعني وحوية حديث كاس وينو صو صعدا معنهن وينو سعطيني عكرمة ابن أبي جهل وحكم ذها الرقي يا آدي النبي قول الله يتمي لا ندري رينا دنا مع ذلك مركو صون نقضي النبي عليه الصلاة والسلام وسلوي وش ونكسر ما نكو قابل صاصان وأها
صمامة بن أثال مسلمين ترحبوا كلاي والله سوق بطي مركين لسوق بطي تير تير كمسجد كم إذا لقحرة يعني معاملة ونكسن بأن نبي كلهم معاملة ما عندك يا صمامة مقعي سوية لأي موران كاغن حنة سدنة عين كنة يا ديك الشيء وحلم إذا كما الصمين هل كاسا مركا عيشك لقسيني بيئي مركا وحواني يعني عمتبع لوغو كينيي معاملة ونكسن لقل رغميي هذا الوناكسن نبي وكورنايي يعني وحك ديك الشاء إيا وح مركا وحوي بهدلة إيا وح عيئة مد النبكم أرن مركا دمنا وسيدة بدون شرط شرط الآن بكسيدة أخلاق وناق النبي وكل رقم عليه الصلاة والسلام مركا لسيدة وصوم مردي وصوم نغضي وإسلامي وشهاتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله شروط حتى كم حل المركي هراء مؤرن إذن كسيدة إنما إسلام إيسا يا يعني كل ذلك مؤرن وحشروطكم أحرم معاملة ونقسم بكل معاملة ويحترس منهم ويسكيل لنشر النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يطوي عن أحد منهم ويسكيل لنشر إساق أن كذوب وكم منعن قف يغا كم مذا بشره وشفرنانتي سان كم منعن أو الدين وخلقه يأخلق وناقيس بمعنى الله الشيء بالله يسكدر إياه إن وحي لغارة عدي وضاه يشر إن كتحدير إيوه أو يسكتشر إيوه إيوه إن وجه فران كل رقم وجه وناكسن فران أخلاق وناكسن كل رقم لبدار رنوى سوافق يعني. اسم الدين يعني. قفك مؤمن كوجه سوائن فرادا وجه سوائن النقن مذ وحوية أي عرء كم وقته وإن النقضاء مد وجه فرن أو دل عضين يا وخاصة المركضات كل ما يانا ما يس السلام يانا ما وحلم ذا وين مصودا وين دل عضين يا وين وجه فرع قف كد مدين وعريسية هاي وين المركض ضد كمركض السلامين أما السلام تك قادين أخلاق ذو نكسني وين وجه الله فرع أركان تا أخلاق ذو نكسن بابي كم يتهاي وجه فرع ضد كمركض الشجع وح قف ك وجه السنو باكوتها أقفك مركا هذه يتجد وجهك كبتك اللي قال يا وجهك سن مودع عرم إني سارن تهاي تدك مركو السلام أي واحد مودعين مركا أبيه لدلي مركا وين وجهك فرا أين رضو الله عدي يا وين لك على قرطة مركا وحكو سو كردان يا مركا إلا قفك أحوال بو مريا مربو مرقي سيهي مربو علي سيهي مربو مصيبة كل عضو يا لكن مروا البهد وجهك سيدي إسكي هاي نوعاس ودمروغا كم وقت حتى هذا هو حصو كبران لقرن ماي أول بوشي يسمى مروغا كم وقت شفتي يا ويتفقد أصحابه وحاله قان شري أصحابتيس حقا قال أي أنه قان شري يا مقن يا تشوغة يا حنوصنية يا صفري يا لنتي كاللنتي سيلو قد مداف دلبو إلهي دمداف لو قبريو كحنوصنية سيلو بوغضو يا وهكذا يعني تفقد مسلمين كذا وأنا أرك وكان صنع يدمام الكون أحسن وكان صنع وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين نبي سليمان وحو تبي قولك كم غناضي وشمبر كاير كم غناضي عيدن كسوحك كوبين يهي إنسي يتشن يشنبرو يعني وحوي وحيا رب ذنبك كوبين وحصر ذنبه مامور أيام هذا نوع حوي تفقد أحوال بسمعين أيام كما قل إيا كمركة تشوغا إيو كالأغان أيام بعض وحي الهدين شنبر كان قولها أهي وحوها يعني مركة بيها مركة للك كتشرة ماشى بياها لي ماشى الله هين أي أسها من شري مسافة اللي قلت تجي أنا وشيء كشري عيدا كمركو تجي أياد بدل لو هاي مركا وحوق بوريه لكن صاصي وحوي دليل مهم صحيح وحي تهاي وين الشمبريه أنتو بارين حاجة وجم حمقا وتبي كاسين مقيه
لا، وتفقد الهدهد الأمرم وتفقد الطيرة شمبره بارباري محاد شوغا محمقا مقفك هدو حول مركا لغن أيو صو حولها إنو تريا ماها وتركوه أيو محمقا محاد شوغا وحمقا أطبو صو بادي دون أوراديو ما هذا مربع انتو صوها لو نسك صو حريستو البدين ما شاء الله وسيدنا. وتفقد الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. شمر كاسو تبي ضيضنا وحوية محوري ميو محانو أركي لأهل ما أرى قيقا سيقو وشوقا زو مغيا هو بصدي وحقيق صدين ومقيا مركاسو ضيضنا مركاو يلي يعني أما وحوية عذر دار عدو يكين الدونا أما وقورع الدونا أما وعذاب الدونا يا هكذا نبي عليه الصلاة والسلام غزو غزوات كمذا أيضا قال لك لي قال لدي بالله لدري لي قال لك مركض أماضي أيا النبي وحيد عليه الصلاة والسلام يا ويدين بمعنى يا لدي لي انت أنا مضغبتا انت يسل لدي لي مركز هبل بان ويني هبل بان ويني هبل بان ويني هبل بان ويني واوضين واوضين مركز دموحة لا نفقد أحدا عدنا ما نواين بس انتوي نبي وحيد عليه الصلاة والسلام ولكني أفقد جليبيبا هيا شانو جليبيبا وايبولي جليبيب وصحابي من الصحابة يا وصحابي الصحابة كم من الدحصون يعني الصحابة قاركود يعني وحوية وقار مركا دمشورة وعان أهل اللي يقانو صحابة قار كودنا وصحابة لقيا أبو إن الإساس أهي يعني واحد شردتك قار كودو لقيا أبو إن دتك قار أيني مركا منزل وين أكتو دانو كلها صحابة قال نوع سوها دتك قار وما يقبين نوين أو دمركا يسمركا يا صحابة الشرف تبضن إنه كم دي هاي فضل ضاءه يا أمي قبيل أحد كقرن إسا صحابي قاني حافظوا سومري شري وقت إذا قاركود دمر كيبو كقصلين شري نفر فرنبو أها مركا نبي عليه الصلاة والسلام أيا إنا نؤدوني قال أنصارا أيوح كيري إنهم بارين كدونية أبيه إن تار دلعي بعاد وقفر حي ويسير النبي عليه الصلاة والسلام بقول أحد ذلك قصوا هذا الفرحة اللي بكت شوابه يا نوح للنفط إذا ودوني ما يا النبي عليه الصلاة والسلام يا ودوني سابولي جليبيبا ودوني يا بولي جليبيبا ودوني الصحابة قصدنا قصة بسنت قصدها إنه شيقين مصاصة ها دي هذاي مرت هاي ناد مركا برود دوني سو جليبي إن أنت هو يدت بالصوت الشنا يبون وقت تجي إسلام تبو تجي وحر النبي عليه الصلاة والسلام بإنني نجد دونية إسلام تبو أبو فرح ضي فبها ونعمة مركا سوحر هاي النفتي سو دوني ماي يود دوني يا بيتي وحود دوني يا جليبي الله يسين من مركا سيتي والله السين إن أنت يبقى مقشي هذا الكبار حكى قصص تلدورين محايد قصة كردي صايا ساسا دعوي له إن أنت واحد تري أم النبي بوح سوت شيء دي بكدي ليسان أكعل ليسان مر هذا النبي بوح يدوري والله إن أنا ويضيع عينه أفرية وح دونه يا هذا برينا إيمان كذا مر هدو النبي وسوت شيدي ما النبي وح وسوت شيدي كل عين إنسان والله إن النبي يطيع عليه أوفري وح دوناي سيدوا إن أنتي لوجو جوري إنك جلابي بالورنج وقت يوم بدنا ندبديت بروح الله بحي دجال غزو الله بحي دجال كمرك الله بحي ومرك قصدنا مرك دعيس أي الصحابة دي لهذين مرك الدنبا رجي للدلي أنتي أي حصصتين أردن أي شك شاقين مركي الدنباء إله لا نفقد أحدا عدنا ما نواين بس انت سألوا لي
مركز النبي قرانا عليه الصلاة والسلام ولكني أفقد جليبيبا هيا شأنك جليبيبا وايل دونه الرادية مركز الله دونه قال الرادية وحلو تجي تضبط قال ما يتكود يسوع إسبر بريان يا مركز النبي قرانا عليه الصلاة والسلام يعني قتل سبعة فقتلوه تدبو الدليل مركز الدليل تكبر يعني إن كان النبي عليه الصلاة والسلام وحجرنا يقدر يسيا فضل يسجرنا لكن ضد كقارقود وحياجة ظاهر الأمر وما يقبل إن كاسين ومركاد مقام كايا ضمرته مركا وحوي على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام يعني وح حجقال إنه قنشر أحواش أصحابتي سوى يتفقد أصحابه كباهن سلوا عاوية كحنون صنا يسلوا بوغضه كردن تيسي لوغو دعيه يا مربوحو تبي قف دمرو مسجد كحالي كرتي مقعيد حتى لقرن ماي قف دمرو مسجد كحالون بياهي مركي دنبا النبي عليه الصلاة والسلام وايه ماذا قبرده قبرده ماذا وحلي قبرده هبين بيد مطاي ومحيسو ويسين ويدين يا رسول الله قور هبين بيد مطاي وانو آسني نبي وحوه كيني أهو صوك عن النبي سيدهدي وحوه شيلي مركز النبي قرنا يا عليه الصلاة والسلام يجي حباشي نبي جوا مركز وحوي يعني لا تصي حباشي قف كادمرة مركز النبي كنت كنيا صلاة الجنازة وكم مقنع ذي أي مركز كنت كنيا حباشي يجي يبني ما روى اللي قلت كذا فرض كفاية هذا هو حصل شيء خلاص لكن سو مركز يده لفتيدا إحسان وصميه أيها النبي وحيد عليه الصلاة والسلام حباشة دي تصى مركز حباشة دي لا تصي مركز الصلاة الجنازه أي مركز كنت كده ويسأل الناس عما في الناس وحن النبي ويدين شري عليه الصلاة والسلام ضدك كوريسين شري عما في الناس وحد ضدك قصقا يعني وحلقت الماميا بمعنى عدة باهن باهي دودا عدة لباطيسن لباطي دودا عد الله الظلمين أيه يعني مركا وحوي أحواش ضدك أي كوري سنشري عنا كوري سنشري ضدك مركا وحوي كأجلو أي كوري سنشري ساعة وجو الرمان ضدك كله أي غشجان يعني. وصح على دود اللي أجاده آه وهل إصلاح إنكر الله إصلاحيه لو قمت شيء ضعيف هذا إلا بربري أي إلا بساس أي ما أهم مراد لا لكن وحلقت الماما يا أحواش هذا يا وحي باهين يا أشياء النوع عصير كوري سنشغل يا هدي حتى عيد أي وحصوعة صتو إن السلا تهاي أكلة المركا وحوي يعيد كوري صتو يعني المركا وحد شعلاء هدي حتى عيد وحوي ديسة النبي عليه الصلاة والسلام من يدتك كوي لهدان يا رسول الله السي اشفعوا تؤجروا ويسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقويه وأنا تنشري النبي عليه الصلاة والسلام شيء وأنا أتسن وإنه وأنا أتسيه كل شيء تنشري ويقويه وأنا حو تنشري يعني وأنا مو تنشري وحو تنشري شيء هذا وأنا أتسيه هاي وأنا أجلس على حس تنشري ويقبح القبيح وحمان تنشري بمعنى حمان كل شيء تنشري وححن ويوهيه وأنا ضعيف تنشري والشيء مركا يعني اللي تين ويهيب أت المامي تنشري وححمي يعني ماها وحا حن انه اسك امان يشري ماها عده وناكسن انه عيبا يشري امر دلاعي يشري ماها اي وحي وناكسن وناقود وكشيق يشري وحي حنة حمان تود وكشيق يشري عيد حن اسك ما امان يشري الا وحن قنية وحقيقة خلاف صمي نقني سان ساسو اوديد عده مركة وحوية شرفت له تقوض له بأبتي سنشرف قلهايد إن أكرمكم عند الله أتقاكم معتدل الأمر غير مختلف أرنجيس مذو لحد حاضي هاي بوأها مذن إسخلاف سنين بوأها وبمعنى أره يدي سيف فعل الذي سر لحد حاض بيهاي قارس عارضة يسكور إمانية وتناقضة يميأهاي لا يغفلوا مخافة أن يغفلوا أو يميلوا لا يغفل كما موقنان شرين دتك إنو واليه وحنبرو
مخافة أن يغفلوا أو يميلوا بغشوا كبغنا يدردد أن أغافل غجر واندا يتعلمتا بغشوا كبغنا يدردد إن يغافل نغدان أو مغنادان أو وراق خير كأي كم مغنادان أو يميلوا أما إيشان استقامة يتصنانتا أي كإيشان أما الراحة يسقى إيشان أما وحسق أو إيشان يعني وحسدا أي إيشان سأن تسعود علم أيان واندا إيا وحبرستا أن كم مغنادان عن شان يسوح النبي أها عليه الصلاة والسلام يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم كتابك يا حكمة وبري تشري تتكن هو بربارين تشري وحكم بربارين تشري عمل فلك الشريعة هذا هو عمل الفراء لكل حال عنده عتاد حال والبا أكتيس وحاوص ناضي وحلو الديار يو الله وطرق علي يعني الشيء لو وطرق علي بأصنا دقال كي بحسو ديار صلاة وحولها لأمة الحرب وحولها درع دقالك وحولها سيفتي دقالك وكد دقال لم لها وحولها فرده دقالك توفر أسبا النبي قولها عليه الصلاة والسلام يا وقت يضع دقالك وحولها انشري درع دقالك وحولها انشري سيفتي سقاد انشري وقت يقعان دقال انشري درع دقالك اسكم حولها انشري يا يعني حال أدول باللباس كيدا يهو كيدا يوقاد انشري حال والبوح أصنا ذي وح أديار صلي لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه حق كما جاب تشرين كما نتلا بتشرين اعدي حق لحق أيوه في تشرسين تشري ليراد ومدر تشرين أو حق أن الله يمركو قرن قيو حق أن قفك الله يمسين تشرين ومدر تشرين حق ولا يهين كما ريب تشرين يعني حق سواء وفين تشر ولما يستين تشري كما غلوي إفراد التفريط تون لما يمشي لا يقصر عن الحق حق كما جاء يمشي هذا البيان كيستاي يا هذا قضاء سي حكم كيستاي مدول با ولا يجاوزه كما نتلا بتشرين او وحقفك انو يعني قر ولا هي مسي يمشي يعني قضاء هذا النقط ديقدي سدوعد دون وتفضلاي يعني تفضلا يسوي اسكين وحسي ودعيس نبي عليه الصلاة والسلام جابر بوح كيف سدي يعني مركا دابد أوتي دابدي مركو كيف سدي لعبتي وكام هذا وحو مركا شرط استي جابر إنو مدينة كقالو واشترطت حملانه إلى مدينة إنو كقالو قرقيسي شرطي قانا واكيانا مركي الدنبين مدينة لتقي نبي عليه الصلاة والسلام لعبتي واسيي سيادنا وأقدرة ما طرف كي سوى إحسان وكسمينا مر كل عقتي السيادة بس سيي أيوة ولما يقولي مر كده بدنا قاضي أو ركنا قادمون هكذا لكن مر كده قرنق نقطة وكدوت الذين قوي يلونه نبي السوح جي أدوي من الناس حار يدتك كم ديهن خيارهم وقود خيرك بذنوي تتكون أكسن بالنبي يقول له أفضلهم عنده أعمهم نصيحة أفضلهم كوذا وفضق بضني عنده النبي عليه الصلاة والسلام أكتيسا كوفضق بضني ومضني أعمهم نصيحة وكأقعام لماذا بضن نستيحضا وضتك سيقول نستيحين يا أي مركة وحوية وبضنته أقعام لماذا بضنته وأعظمهم عندهم منزلة وأعظمهم كأوينا شهبا عنده النبي عليه الصلاة والسلام أكتي سأوينا شهبا منزلة حق الدرجة دي منزلة دي مرتبة أحسنهم وكأونا قبضا مواساة نفل قيبسقا ومؤازرة يكال مينتا يعني إحسان كعيد الله السماء فلايه كأونا قبضا بالنبي أكتي سناء درجة وينا أو قم منزل وينا وحشيخ وحمركة المامة يا أصركو نبي عليه الصلاة والسلام أكتيسا دادك وقلنا ووحي أهايا وخير كبضن ودادك سيدا وكلا خير بذيهين بي وكلا دوايا النبي عليه الصلاة والسلام تانا فائدة كترتو فائدة كترتو حكم ذا إن علم قسفي عن قوي ليان
يكود يشدي النبي عليه الصلاة والسلام يكود ينيين دون أمدك لا إكاء فعن سساودت بحط الصلاة وحو النبي أمري عيد السوحك تيكسو اللوي إلي النقطة ضدك مركا وحو عقلك وصاحبك ليليني منكم أولو الأحلام والنهى يعني هاي السوحكان وهاي السوحك وادان أنا حقا إيقا والصلاة مركو النبي تجيناي هو عقل يضع الصاحبك عقل يضع وناكسنك الصاحبك يوسو لوادان مركا دي وحوي علمك إن يسفي عنه قوي إليان ثم الذين يرونهم إن علمك يسفي عنه قوي إليان يقول ضي شد النبي يقول ضي نيان سي أي مركا تالفت هذا أي مركا وحوي ألوكتان أو أركان دي أن النبي يقول ضي دان ضدك كان أسي قدبيان فإذا عيكا ساكترت عمهم نصيحة وكو عم لماذا بدل حق النصيحة وكحديث كان النبي قلنا الشيخ عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتاب ولرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم مركا عدة وعام لماذا بدن حق النصيحة وعد والبا النصيحين يسا وحين غنيسا عدة وقفض بدن عدة النبي أكتيس عليه الصلاة والسلام وقم منزل ذوينه وعدة وإحسانك بدن أحسنهم مواساة ومؤازرة وعد مركا أقول هذا أبدا حق النفل قيبسك أي حق الصمفلك أي حق كالمينتا مؤازرة ومعاورة أي كالمدوي مركا سيدا اللوك الإحسان بدأي اللوك الصمفل بدأي أي النبي عليه الصلاة والسلام أكتي سنة اللوك كلام مرتبة بدنا عد أدتك كلام الصمفلك بدنا وحي أهان شرتي عدة مركا حوين حقا عبادة إي عمل كان أقود ذلك بضل قال فسألت عن مجلسي وحن ويدييب يلي نبي عليه الصلاة والسلام فردقي سي وقتك أفرديو محا حال دي سؤيا هذين فقال وحو يلي علي بان لقى الشيقي يا إلو السنين علي بن أبي طالب عدة ويديني سنة وحسين بن علي وين كيسا فقال وحو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا عن ذكر وحي لعلي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول خيلهي وحي أهانش صلى الله عليه وسلم لا يقوم مذن استاق ولا يجلس مذن فلسنبوها إلا على ذكر حال حس إلهي كس بيهي موياني سكلا أمنك عجرين أمن فلسن جرين حس إلهي حس أيها أيكوك عجرين حس إلهي حس أيكو فلسن جرين يعني وحي أها يعني أكثر الناس ذكراً أكثر الناس ذكراً لله حس إلهي لحسا يعد وقل ذكرك بضن أيها حال والب إلهي بحسي كري وكحديث كيكو سارورتي كان يذكر الله على كل أحياني نبي عليه الصلاة والسلام إلهي بحسي كري واختيدي سوراً إلهي بحسي كري مرو تاغن يهي مرو سعون أيو مرو فرديو مرو تشيفو مرو هردك كعي مر والب إلهي بحسي شرع ذكر بكس يحن شرع ذكر بكس توسي شرع ذكر بكس وكعي شرع ذكر بكس عن شرع وهكذا وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك وإذا انتهى مركو كل ماضه إلى قوم قال انت كاهاتي فرداء انت كاهاتي مركو كل ماضه قالنا إلى قوم جالسين صفدي بحذف وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه في النعت يقل يعني صفدا الا حذفه موصوف كالدايا ودعضا ياخذ كل سفينه اي صالحه ام صحيحه بحذف وصفديا يا ويهدو دون كاستب قادنا يتعبت حتى قادنا يلوح لغا ساري كما بدباديه فعل كان مركب فايده ما يشين محلو حوغا ساري وسوق بدباديه إذن تلوح لغا ساري مقادري مركا محين نغنيسا كل سفينة صحيحة أم صالحة دونك استو وناكس مقادري إنه ليس من أهلك أي من أهلك الناجين الناجين صفة أبا الحدف وإذا انتهى مركو كل ماذا إلى قوم أي إلى قوم جالسين قل فرد إذا انت كاهاتي مركو كل ماذا جلس وفريسان شري حيث ينتهي به المجلس ما شاء وكل ماذا مكان فرد وكل ما ذا أي فريسان شري ويأمر بذلك السيدان وأمر شري
يعني مركا حلقات لو فرديا أما مركا دوت فرديا ويمادو هلكا برنامج فري سجرا ما لعذ فردي ذاك مكي عنجري بل نبي قوى الرهيب عليه الصلاة والسلام يعني عد فردي ذا إن لك عيو يا يعني متكين مركا وحوية يعني مركا وحوية متكك عني ماشو فرديو ثم يجلس فيه دبادنا مركا ماشي وفريستو انتو كك عيو وعلى الرهيب تنعاز ما شبناني مجلس كل ما هذا الله فريسان حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك سان وأمر شري سان وأمر شري وبعض الحديث بشيء جيسا إن ما شبنا الله فريستو حلقة هذه ملك بنان تهاي فكذا بنان بالله فريسان وعن الله فريسان شري سجوبة أما واقيرة بل الله فريسان قف بملس كما فريسان شري لكن سي وريق اهو قوبة أبلو فريسي جو هدي فكري كبنان تاي فكد بنان با لقيري جو صدحينينا النبي عليه الصلاة والسلام مجلس كفرية يمي حديثك الصحيح محو الشيقية مدوحو أركي ميل كبنان حلقة دي واغير كي أما قوبة دي اللو فردي ميل كبنان بو أركي ماشي بو قرأ متكرنا ميل كبنان واوا يوفكت أح محو السمييي وحو السمية حلقة الدبادة إذا أيو فريستا كي صدح هذا نويس كتبين صدح ديب النبي وكورهم عليه الصلاة والسلام صدح بأنن متكود أوى فآواه الله يعني مجلس كو الصوت ضمي وبمعنى فكد بنام بو الصوت قلي إلهي بحق سأضم أدوي كي كلامك يسأل ميل بنام وكوى يوفكد أه وكحي الشوضي ضدك إنو عليليو يعني دي قد قليو اسكو عن قبا ميلا منانين تاسو كحي الشوضي فاستحي الله منه الله نوا كحي الشوضي يا مركا وحوية يعني ماشا بنان بالقلا ما يده دي الله بنايو وحوية اللي بكم السنة يا يعني وحوية أنت فصح للسمايو مركا ليسوب الله ريو ليسود الدركو وفي عن تعالي بابا اللينا أمر سمع يا تفصحوا في المجالس يفصح الله لكم يعطي كل جلسائه بنصيبه وعسين شري ذاتك الله فرديو دان نصيب كودي ليفتو دو سين شري ليفتو دو حكا سين شري وشفرنانتا وشاشادا يعني مركا هذلك مسائشة فهن سينتا وحبرستا يعني مثلا يعني وحوي ضدك لمان وحل فهن سيا لدوني قدر المستطاع انت لك ركا مركا وحوي كوح يرى ضدك كم بدون بس إن الله شرح يماه انت كليل ليس كإهماليو أن دلق قلين يا سيدتك وحكوا إذا فهمي كران لوغو الشيخ تطكي أي كفهمي كران وكو قران كران لوغو تلمامه لو سهلو لو فضيديو حدعي كرتدك قار كود فهم كود ونصرية قارنا وحلقة يا فهم كود وإنه هلكا قارت السنين تي انت فهم كود ونصرية وكالي هلا عراري كو كران إنه دو حفان سيسو اسو ضي يا تاصيل لحاولوا وقت يذا قار كود مسائل شقار وحكو علي كري صدح دور حتى تعقل عنه سلو غو إليه ما هذا الكود لأنه صدح دور كود علي كري كان إذا تكلم تكلم ثلاثا وإذا سلم سلم ثلاثا لكن وحالة حاجة كنسته داني مركة كنسته يعطي كل جلسائه بنصيبه تدك الله فرني أردن وحسين كري مدول بنصيب كيسو سين كري حق وشفرنانتي حق فانسينتا يا بريستا لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه ومن ملينه لا يحسب ومن لا يحسب لابد وشواء برنانا حسب يحسب ويحسب ومن ملينه كاللف الرياء إن عيد أكتيسة كالشرف بضنتهي نبي أكتيسة عيد إساقة كالشرف بضنيني شفته ومن ملينه يعني الشخص والبصر أقابل يوحي أم ملينه يعني الشخص يقول شرفته بضن أكتي سئميه يا وسيد هذا الكيس أقدرناه وسيد أقول لك يسناه وسيد أقول شواب علناه
وسيد وجهه وفرايو وسيد السود ويلي بشاشة يوجه فرنات. من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه. من جالسه كوكستو النبي قال الله فريست عليه الصلاة والسلام أو فاوضه أم الله هذلا في حاجة ضنك له هذلا مفاوضاتك والله هذلا صابره النبي وأصبر تشري ولا الصبر تمي تشري حتى يكون هو المنصرف عنه إلى أكن قنا يكيسو يعني مركا كتشي سري يكلابوية المنصرف عنه صابره حي شيء ليس مغالبه ولا الصبر تمي تشري سوق الصبر بديو انتو هذا الكؤوضو انتو ولا تشوقي يعني حويا هذا مركا يقدع ايو حم ارني انو كرهي استيمتو سي والصبري وهو اتكيسري الى اسق مركا وحويا هذا الكيس انتو لما يستو اسق لابطو مركا تاسين وحي شيغيسا نبي عليه الصلاه والسلام اخلاق وناقيسا هي مقابله دي وناك سنيده وفيعنا بيت المميس عندك الصوت ضنوا لي هنا مواي النبي عليه الصلاه والسلام وشخصك الصوت حاجه يضنوا له ومن ساله حاجه فك الصوت ضن ويديستا لم يرده الا بها يعني معلن النبي عليه الصلاه والسلام انه ضنت الروح اصلا نقن يمون حال ضنت الله مي ولا نقدي مويان حال كلام معلن او بميسور اما الله مي يعني مركا هذا المركا وناكسن والله مي من القول عراها ميسوركو وحوي وهذا كسهل بالغت الماما ومد لو فديدي ولا سهل واسيد مركا انه بلنقاد وناكسن وكره وسمي لم يرده لم يرده لم يرده صدح حركه وكبنين مركا لم يرده لا يراد التقاء الساكنين كوحلقه بحي فتحدا لخفتها مركا لو غدنا التقاء الساكنين كوحلقه بحي ضمدا اتباع للراعنا وحا كوري وحا كدنبيما مركا لو هوس دغنا وحي نقن التقاء الساكنين كوحلقه بحي كسرد واصل التخلص فيها هكذا هذا اكثر نظم اذا يعني كصاب سن مساله داس وحمدوني بقره اواخر كمركا كتاب كيسا كقره يعني مركا راجع وياه لكن هو مشهور سن لم يرده لا بد كان بنان واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ادي اد مركا كجيسته قرابدي ان اد وحسيسو اذن حريص رجينا يا محاله حريص رجينا يسو قعد كنت هذا الوناكسن كده ودينات بلنقاد وناكسن وصميسية وحلا منها هذا عرب لابته ومن سأله حاجة كوكا الصودان ويدي سلم يرده معلم شري النبي عليه الصلاة والسلام حال حواشا كمدا إلا بها حال حاجة كلها هي مويانا ودنتي سلوف ليول السيي أو بميسور أما هذا السهلا وفضد وكلها هي ومن القول عراها وبلنقاد وبلنقاد هذا وحما هين يعني وحوي هدي مروح نوي مادان يعني مركل نقصنا أما هدي وحنوي مادان وانو كل صحيح دونا وقصين دونا وهكذا قد وسع الناس بسطه تتك واحد ديقي وكف اللاضي نبي عليه الصلاة والسلام وتشف الرانتيس يا وتشف الرانتيس أياد ديقضي وخلقه أخلاق دي سوناك سنبع ديقضي فصار لهم أبا وحيقه النقضي أبوك النقضي أي كالأبي يا أبوك النقضي وصاروا عنده في الحق سواء وصاروا وحي النقضين عنده النبي عليه الصلاة والسلام أكتيس في الحق حق وحي النقضين سواء قائم مستوين قارسما عن قفل أرنايو يسوي شرعي وكسر يا قفل أرنايو مجل. يعني حق وأسمن يهينو هذه قر لبوية شوه مد حوق له يمد ويل يمد ير مد والبو ولا قشر كان هو مسكين وحمه يسكت داية الأرن ما كان هو حوية وفاضل وفضل بدنية هاي أو يسق وحوية شرعي وكسر يقف الأرن يا مجر حق وأسميه كالضعيف كي قوي كحوق له يكشرفت بضن يكفضل بضن
يك هو سيا يك حرتا يك أضونك كلبك يك ندقة كجاهلك يك عالمك رمان شرعي وأسميهم عدالة بالله وضع الصمين يعني ساسوي وصاروا عنده في الحق السواء نبي عليه الصلاة والسلام ضد كورنا وهو شفرها أخلاق ونكسن بان وكقابلي أب وكلان وغدقنا لو ما تشهد أب حقيقي لقمة المام إنما أنا لكم بمنزلة الوالد وأتى النبي عليه الصلاة والسلام لقصوري أنا أبو حديث إذين تشوغا ماشي والدك أبوه كلان إذين تشوغا مركز النبي الشيقي أدابت أي مركز حاجتك وذن أيانا ما يستيشون أيان سيد صميني ساس أودد أي آيات الله إلي وأزواجه أمهاتهم صحابة قاركود وحي أخرين ترين وهو أب لهم وقراءة الشادة قرآن نم الله ما أخرين كرام لكن الصحابة قاركود وحلق السوريين أخرين ترين وهو أب لهم وأنا صيد لك الشيقي أبي بن كعب يا عبد الله بن عباس يا عبد الله بن مسعود لقى السوري قراءة الشادة حتى مركا أبو وذل لنا فينا يمحل لغة شهداء ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين يا وحلقت الماما يا تاني وحلقت شهداء تشبيه تن لنا فينا يا نوى حقيقة علمت إنما أنا لكم بمنزلة الوالد سيد حديث الشيطان وهو أب لهم كالأب لهم بعض علماء كم ذي وحي إلى هدين الأبوة المثبتة غير المنفية أبوة للسغية وكدو أنت أبوة للنفين فالمثبتة دينية والمنفية طينية أبوة للسغية ودينية بالدار أم الدين تلو نسبي فأبوة الدينية والمنفية أبوة للنفين يعني طينية بالطاء وتيردو بدل لون سبي وحقيقة الدين مدرنا رجي نعد كم إذا أب حقيقة وما أهب اللوج مجلسه مجلس علم وحلم وحياء نصها قر علم وكتجيا زيادة لبضك لقرية نصها قرن علم وزيادة بيقدر يوم نبي جو حي فمشى وفديا مكان فدي يسوع مجلس علم وحلم وحياء ومجلس علمي ومجلس تلقاد ومجلس حشود وأمانة وصبر ومجلس أمانه هي مجلس صبر يعني صفات كونات سن مجلس وكسجني هيوي والنبي هو تلقاد بدنا وحشود بدنا وصبر بدنا وأمانة بدنا وعلم بدنا وحلق الشيء يا القرائم يا مجلس كاسنا وعلم يا الدلقاد يا حشود يا أمانه يا صبر صفات كونا أقسم بالقرائم صحابتنا علم قاسيك قادنين ويعلمهم الكتاب والحكمة كتابك يا حكمة وبرال وحوها النبي قمت صبر بضنبوها وحتى هدي مركا إذا مركا يقص ما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام آذابتي وحنكم مناسبة هين عد أمر هربية أما وحلم إذا يقص ما يسأل لوقت إذا قال كود بني رمي أنتوا يما دقاء كم روتشي النبي عليه الصلاة والسلام يا قاء أنتوا كم روتشيو وقرت مركا أصارا أنتوا كم روتشيو رنشري يعني مال كم حديثي ويدي يا حولها دي حولها أبها طورنا ما هي مركا سأل النبي قلوا اللي عدين وقت إذا قال كود مرضي قاء يكو روتشي باوحو سيدي وقو روتشي سيدي حو قولا هاي وحو كسور مي قرت النبي عليه الصلاة والسلام بل الله بكيسو كسور مي مركز يقول له العدين وطلقاء والصبر نبي مركو الله الله يا صحابة عليه الصلاة والسلام وصحابتنا رضوان الله عليهم وحي أهايين قار مركا يقول الدقن أي أهايين وان فضيد يطيش يوحاس أين كموقا كأنما على رؤوسهم الطير ماذا حيث ذاين الشمبر الساريه بد مدان سيدي ودقينه ومجلس أمانه هدي وحسر بمركة النبي قال الله الشيخ عليه الصلاة والسلام لما فافين شرين لا ترفع في الأصوات عددك سرين لهم قادي شرين مجلس لقى قيل قيل يما أهين النبي قال لقى حشونا بأداب بان الأولى خطابا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي عدك نصره قادنا
يعني مركز سكسر رئيسا عد كالنبي عد كالدير هكو هذلنا وهذه حاجة أن كيسانو بمعنى دقال وكلان لقشرين يهدي حاجة أي كيسانتو سيدا دقال كوكالة لم تدي لي حالد النوع السيني صحابة قال كود عدو كو قيليا لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل عد كأبي طلحة عيدا كالحديث وكقيليا كن بيكون أكسنته يا روايتك قارن خير من فئة كسارت غزوة حنين مركي وحوية صحابة بذن كودوا أي عين نبي عليه الصلاة والسلام عباس وعض ليرا أي أمر إني أباق ويره يا أصحاب السمرة يا أصحاب سورة البقرة وحنوها ننآد عض لير بؤها وحلي إلى ذواقي ورمرك ودواقا يو عروتي سوية لا يو سيداد ميل يا سقال ميل بعدك سلقا مغرشة بل وحيك الشيء قصة كغريب نيو بضنو بير مكالا يسكو قلي وقتك الجاهلية دو دواقي وحيلها دو مركوا دعيين بيله يا نحن عدك سأي كان حال دو مركي المها واقبين بالي دعيين ولا تؤمن فيه الحرم ولا تؤمن لما عبايه فيه مجلس كابوديه سأل الحرم وحيالها حرم مضل لما عبايه ولا تنسى فلتاته ولا تنسى لما نفافيه فلتاته وحي دعدعه بمعنى مجلس كابوديه سا يعني صبح عدك لكدعه لما فافيه ها تصنايا يعني تنسى بيقري يا تنسى بصحن والنسى ينسو نوك هو أصل ولا تنسى نص الحديث حدث به وأشاعه وفافيه بليل ذلك وفافيه ولا تنسى لما فافيه فلتاته أي فلتات المجلس يعني المجلس هو يحي دعدعه يعني مركب قده صدع لما فافيه وبمعنى هذه عد غلط كدعه غلط كان لما فافيه يعني قف بالك يا باد يا دي وح كدعان أما الزلاء أما وحلم بدا لما فافيه يعني ذاتك وين آداب يعني يشان يعني تغافل كللي مادة مثل لو كان مجلس كي يظل فرديه هدي قف نافك سوى بحصته إلا أقول لقو قصلا ما إن هدونا اللي يلاهدو حوي هبل أيام مركا صايا ساسي كدعضو يا مناسب ما مركا وحي دعدعة المجلس كي قديس صوبحة وإن المركا وحي لفافين وحي حرمالنا وإن اللعابين أما حن أما قذف أما وحلم إذا لقو الشيقين عرمضا وحي لإحترامه وهكذا مركا الدمر كي لعابيه يا دور صونا وسوق ليان يا أشياء كلبا متعادلين وحي أهاين كانوا متعادلين وحي أهاين قار السمن وأنا سفانين أنقار كو إسكبر سينين يا يعني وحوي أنس حقرين متساوين بيها كانوا متعادلين كان القدرين قار السمن بيها إن متساوين بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى ذاتا هنا ما أصلهن وأسنائين مركز هذا لقسوا قولوا لي لما وحي أهاين قار التقوى ذكوك على فضل بضن لابد يستيد ما يان يعني أصالة سيدة أسنائين يأين شيء فضل قال عد الله تما عد سيدة التقوى ذكوك على إنكوك على فضل الله هكذا بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى وحيكوك على فضل بضن يعني تقوى علم يعمل با إن أكرمكم عند الله أتقاكم كانوا يتعاطفون نوال السون النقلي نسكر إليك السغني بل كانوا يتعاطفون وحيها ينقار السغو نحريستا في بالتقوى تقوى مجلس قديه ستقوى السغو نحريسين شرين وقاركود بقارك كلا يقول نحريسين شرين وكتش علان شرين وقل لمرين شرين متواضعين وحي التقوى كلا فضل بضنائين متواضعين حالي سلو لغيان حاليا حال كونهم متواضعين حال أهيان قار إسلو اللغة أما وحي سنة حريسان شرين متواضعين حال أهيان قار إسلو اللغة يوقرون فيه الكبيرة وحي وينين شرين كود وين باحترام شرين وينين شرين ويرحمون فيه الصغيرة وحي ون حريسان شرين كيرنا وون حريسان شرين ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا
نجمم إذا النبي يقول عليه الصلاة والسلام كانوا حريصا كي يغير وأن احترامين وينين كي يغوي روايات قاركوت حديثها وحيقدر أنه ويعرف لعالمنا حقه أن عالم كي يغنى أقرا حقي السا نجمم إذا الدير نغيهي ويؤثرون ذا الحاجة وحيدور بذيك شرين كالضمت الصاحب كابي هرمرين شرين الدور بذيك شرين ويحفظون الغريبة وحي مركا إلى رينشرين قفك غريب كأه وحوي واجيني كأه الآن مركا شوبي تشرين بلد كلا كيمي وإلى رينشرين أما ويحفظون الغريبة وحي إلى رينشرين يعني مسائش غريب كأه أي مركا إلى رينشرين سائن وبحصن وحيكون إلى رينشرين ضبدي يقيبس وحيكون إلى رينشرين لنطق روح غريب كبلد كلا كي من وحيكو إلى لينشرين حقي سي إكرام كيسي شرفيسي سي مرتدي سا الكائن قد شوض والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.